يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعلن إمام مسجدنا عن جائزة شهرية لأفضل شاب يحافظ على صلاة الفجر في المسجد، وعلى جائزة أخرى للبار بوالديه، وقد اختلفنا في جواز ذلك، فأنكر البعض هذه الجائزة وأجازها بعض طلبة العلم، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فله سلبه، هذا في الجهاد، ترغيبا في الجهاد استحقاقا، لأن الله أباح المغانم للمجاهدين في سبيل الله. أما جعل جائزة لمن يصلي الفجر وجعل جائزة لمن يبر بوالده، هذا الشيء لم يسبق إليه، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعله أحد ممن سبق فيما أعلم. فلا نحدث شيئا لم نسبق إليه، نرغب في صلاة الجماعة ونحذر من ترك صلاة الجماعة ويكفي هذا. وإذا كان لنا سلطة نلزم، إذا كان لنا سلطة نلزم بصلاة الجماعة ونؤدب أن يتخلف عنها.